أولا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. نشكر جميع من ساهم من قريب أو بعيد في إنشاء هذا الصرح، راه للرياضيين والأهل المدينة والزوارنا الكرام. نشكروا الناس اللي ساندونا وكانوا معنا حتى ولو بالدعاء وبالكلمة الطيبة. برنامج اليوم رانا دايرين دورة مصغرة بمناسبة هذا الافتتاح. الدورة هذه باش تجسد روح الأخوة والمحبة اللي جمعتنا من خلال هذه الرياض. ساندونا جماعة كثر ونذكر من بينهم السيد بسين أحمد، ربي يحفظه ويبارك فيه. احنا كي ساهمنا هذا خير تاعهم هم، ربي يحفظه. احنا الا مواطنين من هذه الساكنه هذه، وانتم ربي يحفظكم في ميزان حسناتكم ان شاء الله، وان شاء الله نزيد نوعدكم بالتشجير اذا هذه الوجهه ربي سبحانه. هذه خطوه زينه قدرتوها ما شاء الله. هذا المنفس مليح ليكم، هذه الكره الحديديه راه جميله حاجه مليحه، والشباب الله يبارك قايمين بها، ربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله واللي علينا ان شاء الله تلقاوه ان شاء الله. احنا ثاني سواء رحنا ولا ما رحنا ان شاء الله. بهلولي دار الشيوخ بخاري محمد. بن حليمة. كانت البداية شاقة ومتعبة، وها هي النهاية سارة ومفرحة. ولئن كان الوصول إلى هذه المحطة مكسبا عظيما، فإن الحفاظ عليها مكسب أعظم. والحمد لله الذي هيأ لنا الأسباب لأن نلتقي بمثل هؤلاء الرجال. هذا هو المكسب. والثاني هو هذا المكان موجود في مدينة عين وسارة، ولكنكم شركاء بنفس الرتبة، فمرحبا بكم. نرحب أولا بضيوفنا الكرام اللي جاونا من ربوع الولاية كاملة ومن مدينة بوقزون. احنا درنا هذا الدورة الافتتاحية بمناسبة إنشاء الملاعب الجديدة هذه لعين وسارة. هذه الملاعب أنشئت بمجهودات خاصة من اللاعبين تاع النادي الرياضي سلام عين وسارة. يعني كانت الفكرة مجرد فكرة انطلقت، لقينا أرضية كانت مجرد يعني متنزه، كانت متنزه المتنزه، وبخصوص هذه البقعة المتنزه كانت يعني مليئة بالأوساخ والكذا. ارتئينا أنه نقوها، والهدف الأكبر من هذا مش الكرة الحديدية فقط، التشجير. هذا المساحه كامله راه هدفنا انه رانا اللي نجي نطلبوا منه انه يديروا حمله يجيبوا لنا الاشجار، احنا نسقوها وحنا نزرعوها ونتهلاو فيها ونعسوها ان شاء الله. اتمنى انه المدينه تاعنا تزيد تستهر اكثر واكثر، وكل ما يكون حاجه جات فيها جديده نفرح بها وكانها جات لجيوبنا احنا، حتى وضحينا باوقاتنا واعمالنا واموالنا بالصحه. رب العالمين هو اللي يجازي، وشكرا جزيلا وبارك الله. النادي الرياضي الهاوي بلدية بوقزون، نشكروا جماعة تاع النادي الرياضي الهاوي السلام عين وسارة على هذا الصرح، هذا الملعب الجديد الذي دشنا التاريخ اليوم. نشكرهم على الدعوة، نشكرهم على حسن الضيافة، نشكر الجميع. سيد الزهر من نادي السلام للهواة رياضة الحديدية، احنا بادرنا في هذا المشروع حقيقة من جيوبنا، وكانت الحالة مهملة تماما، وكاين بعض المترشحين عاونونا ربي يحفظهم ان شاء الله، وبهذا الانجاز انجزنا هذا المشروع تاع الكره الحديديه. واليوم اليوم نظرنا كنظره صغيره، بصح عندنا مشروع كبير باش نكبروه، باش نديروا فيه رفاهيه للدراري الصغار، باش يجيو الناس يريحوا فيهم، يلعب جي يلعب جي يلعب الكره. باسم نادي وفاق المرجع دار الشيوخ وباسم اعضاء النادي نتقدم بالشكر الجزيل المنظمين هذه الدورة، إن شاء الله الفائز أحسن. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.